عندي صحابي اتاي كريم كرواسون كازمون. قول لهم الماره مقطوعه صاحبي بدلهم بجي. لا رغبه غير خلصك بالمولى كيفاه؟ لا رغبه غير بعد حوزك. حرارته 500 فيها. روح للحومه ديالنا. مرحبا بكم مرحبا بكم. قهوة ميمونة قعدنا. مخلوق خدو مين؟ قهوة وأتاي من عندنا. يا خويا ما نسبوش قهوة في الغوبي، عندنا الكيس. كاينش قهوة بلا قهوة. إذا ما بقاتش قهوة هذي. الحمد لله، هما باغيين يباتوا هنا ولا كيفاه؟ لا قال عمي ميمون نقسم روحي. مختار، حمل الماشينة ومسح لنا طوابير، قدام ما يزلموا علينا المشتريات. هاك عمي ميمون نخلص، عمي شقاوي زدت هي كريم كرواسون وحب كروم. قهوة ميمونة ديالنا. بصح الكريدي والو. والله الا مني عادي ولا راني تشاف عليها كيما اليوم ميمون خويا الجماعه تاع الفيدراليه نتاعنا راه تستنى فيك بالرقناش على بالك لازم تحصر الكومبا تاع اليوم والبطل تاعنا باش يطلع له المورال لازم بطل كيما انت يكون مقابله ما تنساش البطوله هذه عالميه لازم نربحوا اسمع يا عمر قواد البوكسر تاعنا يتبع شنو نقول له غادي يربح دوفيس ان شاء الله مركني انا نعرفه عندها عين لا دروات رمش شو البوكسر تاعنا يخمت له يرسلها لا غوش يطيح كاو تكني وبالرسمي ولا غير فكرتني في ليام تاع لي كومبا تاعك كانوا ما يشبعوش متعه سبيكتاكل اما لا شوف خويا هاي لانفيتاسيون العشيه ماذا بيك تكون حاضر وما تنساش ننسى يا نعطيك كلمه يا صاحبي هذا الماتش كاع ما يتراطاش اليوم هذي وين علاش جيتكم شي اليوم اما لي كل جماعه قول لهم بالرسمي نجي ان شاء الله الله غير فرحتني عقول لا راه باغي يتزوج مالها هكذا تفكروا لي ايام يا ميمون تاع زمان راك شاف فيه فرانسوا بيري هذاك واش درت له فرانسوا بيري كنت طيح عليه دروات 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 ما تنساش عرفت خالتي وزدت خالتي خالتي شكون هذه خالتي يا ودي هضر هذا صاحبي هذا حبيبي هذا نعرفه من كنا كبار نقول لا هضر نورمال راك عرفت خالتي ريستورون نسيت ريستورون خالتي شكون هذه خالتك هذه خالتي ورديه راني بارسة زواجكم ميمون مازالك انت تاع لانيفيرسير تاع زواجكم وتاع كذا كي راني بالك انا كي راني بالك انا بالك تاع انيفيرسير انا اللحظه تاع الزواج تاعنا ونسيتها نعرفك نعرفك افحل وحار ورجلها سبحان الله ماشي تاع انيفيرسير بدا تاع انيفيرسير طفيت شمعه برك خلاص خلينا الهضره ما تعندوش هيا شوف العشيه سبعه ان شاء الله نبوينتي عندك قبل السبعه نجي نديك ان شاء الله هيا تريبين اوفيسيال نقعدوا مع الاولين ان شاء الله كونك هاني كاع ما تدوخش صح ورديه مسكينه شهر وهي توصي ودوكا واش راك تقول لها؟ اسمع غادي نوصيك من يكونوا معايا الناس ما نعرفهمش منا باش قد تجبد لي على ورديه هذه اسمع انا سقسيتك قلت لك ودا انا هضر قلت لي هضر قلت لي صاحبي نعرفهم اللي كنا كبار قلت لك صاحبي ماشي خويا انت دير عليا فرق عنده كما خلقتني نخمم صاحبي الله يبارك الله يبارك خموس وجبرين على راجلي السبع خرج عليك الكوستيم كي الخاتم على بالك تقول عليك عريس جديد تيتانيك على بالك عندنا بزاف ما تعشيناش لبرا ولو كي حط لانيفيرسير تاع عرسنا نشوف في روحي راني كي العروسه جديده انا تانيك ميمون وش هي انا تانيك لانيفيرسير تاع العروسه جديده وك شايفين لها شحال عندها كري يما خموس عليك شحال راكي شابه راكي تهبلي قولي لي كيفاش كنعيطوا لك كنتي صغيره دومي مور خموس عليك شحال راك شباب بابا تقول جورج كلوني برك شويه خمر عليه نتوما الشابين تاع الحومه كامل بابا واش بك غير الخير او ما عجبوش جورج كلوني انت شباب عليه بالبزاف ميمون راني يعني شوفي حوالك ما تعجبش كش ما كاين عمر صاحبي جدته ماتت نقولها لكم طاي طاي كنت غادي نقولها لك بصح غادي نقولها لك شكون عمر وشكون جداته عمر صاحبي بوكسر جدته ماتت قد مربيتنا في زوج كتبغيني مسكينه
حرق قد ادم انا يما. بابا جا واحد الراجل يحوس عليكم. اه سي عمر، هذا هو عمر اللي كنت نحكي لك عليه. عمر عمرك طويله، هذا هو كنا نحكوا لك. الله يسلمك. مساء الخير مدام. مساء الخير خويا. البركه في روسكم. هيا هيا نروحوا باش نقدروا بلايص الاولين. واش من بلايص؟ قدام الحاجه. يقول بلي هذيك هي هذيك هي هذيك هي. وهذو حوايج الناس تروح بهم الجنازه، ماشي بدل حوايج كور. هذو الناس محضرين وجايين كلاسيك. شو هو رايح بكوستيم؟ انا ثاني نروح بكوستيم وراح علينا الحال. راح الحال ايه البلايص الاولين. مرحوم ما يبغوها الغاشي بزاف. نروحوا؟ ايه نروحوا نروحوا. هيا 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 سمح. بقى على خير مدام. خليني نبكي على زهري. النهار اللي نستنى فيه باش نخرج ويحوس بيا، هذا النهار اللي نستنى فيه من وقتها، يخرجني مره في الفعل. تظهر جدات صاحبه ماتت. يما يا اخي يخلف حالك. عشتي مسكين كيفاش كانت حالته؟ ما تعمرش قلبك يما، خلاص خلاص. ماما بابا في التلفزيون. بعد هذه المنازله الشيقه والتي انهزم فيها الملاكم الجزائري بشرف. خويا ما انهزمش، هذه خديعه هذه. دوك تشوفوا الكومبال جا كيفاش. جنازة على المباشر. وهذا رغم الحضور المعنوي تاع البطل والملاكم السابق ميمون بالبوا، والذي تم تكريمه اليوم من طرف الكونفدرالية الجزائرية للملاكمة. سي ميمون مرحبا بك. الله يسلمك، بارك الله فيك. راني فرحان بزاف بزاف لي يعني كرمتوني، وراني فرحان ثاني بزاف بزاف لي فكرتوني وانا حي. بخويا غادي نفهمك مليح، الكوفة تاعنا هذه كانت غايبة بزاف، كون مشي الملاكم تاعنا كلاها وطاح بالكاو تكنيك، انا هذيك كاع ما تصراليش. يعني جي السؤال موالي، بصفتك ملاكم وبطل سابق، كيفاش تفسر؟ عاودها لي هذه ما سمعتهاش الله يحفظك. يعني بصفتك كملاكم وبطل سابق، كيفاش تفسر يعني هذه الخسارة في الجولة الثانية؟ تفضل راك على المباشر. يعني شوف لو بوكسر تاعنا كانت الضربة الأولى كان يستعمل لا دروات. شو قلت لي؟ رانا على المباشر. بطبع سي ميمون راك على المباشر وحصريا. حصرتي. يعني شو غادي نقول لك انا؟ في الحقيقه راني حزين اللي خسرنا شخص، يعني كنقول شخصه اللي كانت عزيزه على خويا عمر. حسبناش. حمص رابرك دوك تشوف كي نوضي 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 كي الغزال. راني فاهمك عمر خويا، راك قبه شوك. حقيقه الخساره تاع المرحومه فوق الرين جاتنا واعره. وبركه في الكومبا جاي ان شاء الله. ممكن يهدأ عاجل. بالطبع سي ميمون تفضل، اليوم نهار نهارك، يعني واش تقول للمتفرجين اللي راهم يشوفوا فيك اليوم؟ نهدي لهاد التفينه تاع الكومبا لزوجتي العزيزه، نقولها عيد ميلادنا سعيد وصبحي. صبحك يا ميمون، صبحك يا ميمون، نحيل الخط الى الاستوديو المركزي مع بقيه البرامج. صاحبي هذه هي هاك دير ليا ها وانا كي غادي ندير الفان ندخل للدار دروك. انا قلت لهم راني رايح للتفينه، راه عايشين دروك في التلفزيون هنا، اش غادي نقول لهم دروك؟ اما جاي صاحبي علمونا ضرب الاولى. كوبيتو. بركه في روسكم انت وصاحبك عمر، هذا كلمات جداته. ربي يصبركم ويرجع دموعكم لعينيكم. الله يسلمك. ورضيه شتيني في التلفزيون ها؟ شتي تحك الشباب؟ طير ريشلك. شتيني درت لك اهداء عاجل؟ سمحتي؟ لاجيني كاع سمعتني، مي قلت لك سمحي لي. سمعتيها؟ سمعتك ميمون، سمعتك وشفتك يا ميمون، شفتك وين كنت، بصح ما نسامحكش يا ميمون، هكذا واش دير فيا وهكذا تكذب عليا. اصلا اللي نفهمك. واش تفهمها يا شيبي؟ حكمتك على المباشر. فرضية على بالي بلي غلط وكاع الناس تغلط، على بالك بلي نموت على لا بوكس. قدامي نوت شو شادر شفتيه. يما خلاص سمحي له، ما كنتش نشوفك باش نحل فيك. خلاص يما انا لو كان جات ليا ما نحبش الماتش، لي جوار لي سيبورتور نخليهم هكذاك ونخرج مرتي العزيزه. من وقتاش حبست لي ماتش تاعك وخرجت لي كنسه؟ الصفاره ترقد بها. ما تقلقيش، عندنا 3 سنين تاع زواج، اسند قدامي شويه. باهي هيا صايب بزاف عليك والله. سي ترو. تعرف بلي هذا لانيفرسا تاع زواجنا صاحبي، ها؟ وخلينا ندرزوا في غرضنا.
يا وردي يا دمي مو هيا قولي وين تبغي نخرجك وش تبغي تاكل؟ هاي يا سيدي هاي هاي فيها افر عشاء ولو كنت في بلاستيك ريح في بلاستيك هاي كيما هاي مالك عندي حل فيا هكذا قولي له يديني الريستورون تاع سيدي يايا تشهيت شويه حوت تقل تقل سمعت بابا ما سمعت شو ولدي ما امنت كيما قلت لك هاي يما نوضي نوضي نديك نجدي روحك نوضي أت هنا سيدي يايا بارك تشعل على بالك ماما كوموندي حوت على بالك وبلا ما تزير ومال نروح ريستورون باش نكوموندي البركوكس ان شاء الله شكون راح يجي في هذا الوقت اسمحي نوضي نوضي شوفي شكون ماني واش راكي بنتي راكي مليحه لاباس لاك واش راكي بنتي لاباس الحمد لله ما زلتي هنا انتيا واش راه وليتي كيرك شويه لاباس واش هاد الحطه اللبسه وين راكم رايحين لا رانا عي لابسين ورانا ندورو لهنا نسمى لبستو باش الدار انا في الحقيقه كنت جايه غدوه وخدتي حمامه علاه ما جيتيش غدوه ها قولي انت الراس كيفاش يخدم جيت للسوق شريت سردوك قلت الريشوه غدوه وناكلوه اليوم يا بنتي الريشوه اليوم وناكلوه غدوه هاي هو دائما حاكمني من الشوارب يا وردي يا بنتي تعرفي لو كان تذوقي البركوكس بالسردوك والله ما تشبعيه يا بنتي يا اخي عندك شويه مفتوح كاينه حتى حمامه عندك هاي صح هاك يا بنتي السردوك اعطي له حاجه بارده يشربها وانا اديني الكوزينه ريشيني شدي شدي اعطيها حاجه بارده ليها تشربها ودي هذا السردوك الكوزينه ريشيني عيد ميلاد سعيد تاع زوجنا ميمو اما لها مرتك ولات هكذا ثقيله رايش تفهم يما اليوم عيد ميلاد سعيد تاع زوجنا وكنا خارجين برا نتعشوا هو شدكم ها قولي هاني انت يا اما لنروحوا كيف كيف والسردوك خلوه الغدوه